يسعد مساكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بتسي وورلد عالم بيتكوين. عملة الباي نتورك عملة سكام، طبعا هذا ما كلامي، هذا كلام شركة باي نتورك الخاصة بتعدين العملة. قالت الشركة انه عملة الباي نتورك عملة سكام. قبل ما تهاجمني بالتعليقات تابعني للنهاية حتى تعرف شو معنى كلامي وشو هذا الشيء اللي بقصده، وهل العملة اللي كان وصل سعرها الى 300 دولار ممكن تخليك مليونير ولا لا. قبل ما بلش فيديو اصدقائي اضغط على زر اللايك واشترك بالقناة، فعز الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط كمان موجود في بانر قناة فيوتشر كوين. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأندرو. طبعا أصدقائي خلال 48 ساعة الماضية طرحت عملة اسمها عملة الباي نيتورك. أغلبنا اللي اشتغلوا بسوق الكريبتو بيعرفوا عملة الباي نتورك عن طريق تطبيق تعدين الباي نتورك. بتحمل تطبيق، بتسجل دخول عن طريق البريد الإلكتروني والرقم السري، وبتعطيه معلومات أو بتعطيه صلاحية الوصول إلى كافة معلوماتك، وبعدها بتقوم بتعدين عملة الباي نتورك. خليني أشرح لكم بعض النقاط أصدقائي. في بعض اليوتيوبرية بيقولوا إن عملة الباي نتورك عملة خاصة بسرقة معلوماتك، يعني مجرد ما تعطي الإذن للتطبيق بيتم سرقة معلوماتك. لحد الآن لم يتم تأكيد هاي النقطة لا بالرفض ولا بالتأكيد، يعني العملة لحد الآن أو التطبيق الخاص بالعملة ما بنعرف إذا بيسرق معلومات فعلا ولا لا. هاي النقطة الأولى المهمة اللي لازم نتكلم فيها. شو هي أضرار التعدين على الهاتف؟ أضرار التعدين إنه بيخلي الهاتف يشتغل لمدة 24 ساعة متواصلة حتى عند إيقاف تشغيل التطبيق. ما دام أنت عم تعدين هاي العملة رح يتم تشغيل هاتفك لمدة 24 ساعة متواصلة. هذا الشيء بضرب الجهاز وطبعا بيسبب تباطؤ وبيسبب كثير من المشاكل، خاصة إذا كنت أنت بتستخدم الألعاب أو بتستخدم تطبيقات لا التداول، رح يسبب معك كثير من المشاكل والبطء. هاي النقطة التالية. النقطة الثالثة إنه هاي العملة اللي انطرحت رسميا غير شرعية وعملة سكام. النقطة الأولى اللي بتثبت إنه العملة سكام إنه العملة غير مبنية على أي شبكة. مثل ما بنعرف العملات بتنبنى على شركة الباين سمارت شين، بتنبنى على شركة الإثريوم، البوليغان والأفاكس، طبعا كثير شبكات تانية. لكن عملة الباين نتورك اللي انطرحت ووصل سعرها إلى 300 دولار العملة غير مبنية على أي شبكة. وطبعا عندي معلومات غير متوفرة، معلومات التوتال سبلاي، معلومات السيركليتين سبلاي، وعندي ماركت كاب غير معروف إلى حد الآن للعملة. طبعا كيف وصلت سعر العملة لحد الآن لسعر 180 دولار ووصلت 300 دولار؟ ما حدا بيعرف هذا الشيء، لأن الماركت كاب والسيركليتين سبلاي والتوتال سبلاي غير معروف، وخاصة إنه العملة غير مبنية على أي شبكة، يعني هاي ما العملة، هاي عقود. أنت عم تشتري من منصات عقود للعملة، ممكن هالعقود تنحذف بأي وقت. طبعا حسب تغريدة لمنصة الباي نتورك أو شركة الباي نتورك الخاصة بتعدين العملة، قال نحن لحد الآن لم يتم إدراج عملة الباي في أي بورصة، ولم تشارك باي نتورك في أي قوائم مزعومة. يمكن أن تتكبد خسارة كبيرة من خلال المشاركة في القوائم الغير مصرح فيها. عملة الباي نتورك الخاصة بالتعدين لحد الآن ما طرحت، وما بتقدر تبدل قطعك. إذا أنت بتملك 2 مليون ولا 3 مليون قطعة عبر التطبيق، ما تقدر تبدل بالعملة اللي سعرها 100 دولار أو 180 دولار حاليا. يعني العملة هاي تختلف عن الباي نتورك الأصلية، يعني هاي العملة إلى حد الآن عملة سكام، ومليون في المية رح تتم حذفها من جميع المنصات. وكوين ماركت كاب حط لك هذا التحذير بخط أحمر عريض على هاي العملة. وشركة باي نتورك أكدت إنه عملة الباي نتورك اللي تم طرحها ليست عملة الباي نتورك الخاصة بالشركة، وشركة باي نتورك عم تطلب بحذف العملة من جميع المنصات. سبب ارتفاع العملة هو الفومو على اسم العملة. الفومو والشعبية، طبعا شعبية باي نتورك شعبية كبيرة، يعني طبعا منصة تويتر أو صفحة على تويتر توصل ل 2 مليون متابع، شعبية كبيرة جدا بالعملة. عملة شيبا إينو احتاجت فترة طويلة من الزمن حتى توصل لهذا الرقم، وعملة الباي نتورك بما أنه لسه عملة ما انطرحت وغير موجودة للتداول لحد الآن، هي عبارة عن تطبيق للتداول، صار المتابعين، صار عدد المتابعين 2 مليون متابع. لهيك عم نشوف فومو على العملة، فومو بسبب شعبية اسم العملة، لكن إلى حد الآن هاي العملة عملة سكام ولم يتم طرح الباي نتورك الأساسي. إذا تم طرح الباي نتورك الخاص بشركة الباي نتورك
إذا تم طرح العملة اللي أنت عم تعدل منها من سنين لحد الآن اللي بتملكنا 2 مليون 3 مليون قطعة الله أعلم، إذا تم الطرح لازم تنطرح بماركت كاب توتال سبلاي وسيركوليتنج سبلاي معروف بدون أي مشاكل، بتنطرح على شبكة موثوقة يا إما إثريوم أو باينانس سمارت تشين، لكن ما بدنا إياه العملة تنطرح عن عقود. أنا بتكلم من ناحية ما تضر المستثمرين. أي شخص عم يتابع هذا الفيديو، أنا اهتمامي الأكبر كصانع محتوى على اليوتيوب في مجال العملات المشفرة إني أحمي أموال المستثمرين وفتح لهم عيون على هاي النقاط. أنا بتوقع أغلبكم ما جرب يفتح صفحة الباي نتورك على تويتر ويقرأ تغريدات هاي العملة. طبعاً التغريدة أهم اليوم لجذب نظري هي نفي صلتها بعملة باي نتورك اللي طرحت. بتمنى الفيديو يكون أعجبك وبتمنى الفيديو يكون مفيد لجميع الأشخاص اللي شافوا هذا الفيديو. أصدقائي إنكم وصلنا هذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون أعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية. مع السلامة، دمتم بخير.